فإذا برزوا لعدوهم وأشرعت الأسنة وفوقت السهام وتقدم رجل إلى رجل حفتهم الملائكة بأجنحتها يدعون الله بالنصرة والتثبيت. يعني الملائكة يدعون الله لنصرة هؤلاء المجاهدين وتثبيتهم. فينادي مناد: الجنة تحت ظلال السيوف. فتكون الطعنة والضربة على الشهيد، يعني هلأ بالمصطلحات الحديثة، فتكون الطلقة أو الشظية على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف، في اليوم الصيف شديد الحر. وإذا زال الشهيد من فرسه بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الأرض، قبل أن يهوي ويصل جسده إلى الأرض، لم يصل إلى الأرض حتى يبعث الله إليه زوجته من الحور العين فتبشره بما أعد الله له من الكرامة. فإذا وصل إلى الأرض جسده سقط على الأرض، تقول له الأرض: مرحبا بالروح الطيب الذي خرج من البدن الطيب، أبشر فإن لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعدين هاي الأرض بتخلص ويقول الله: أنا خليفته في أهله، في أبيه، في أمه، في زوجته، في أيتامه، أنا خليفته في أهله، من أرضاهم فقد أرضاني ومن أسخطهم فقد أسخطني. أتينا ما بقى إلا سوى أيام للنصر، سرايا الحق قد جاءت وقد عزمت على الأمر. أتينا ما بقى إلا سوى أيام للنصر، سرايا الحق قد جاءت وقد عزمت على الأمر. يا بحرين لن يبقى ظلام لو أتى فجري، ستأتيكم عصائبنا تحرركم من الأسر. أيا درع الجريمة لن تقاوم صرخة الثور، قلوب قد لبسناها لما الدرع على الصدر. ستضربهم عصائبنا رصاص الموت في النحر، يد الله بأيدينا سنقطع دابع الشر. صارت شعبكم صارت صارت صارت. سددنا ومن ظلموا لفي خسر، إلى الحرب ولن نرجع قسمنا نحن والعصر. ستعصف ريح ثورتنا كإعصار من الجمر، إن أيها المدفع وزد أزرا على أزري. أيا درع الجريمة لن تقاوم صرخة الثور، قلوب قد لبسناها لما الدرع على الصدر. هاتفنا سلامتنا سنفرضها على الدهر، أنا جيش أنا غضب فلن يقوى على جزر. صبرا شعبكم صارت صارت صارت. أتينا ما بقى إلا سوى أيام للنصر، سرايا الحق قد جاءت وقد عزمت على الأمر. سلام الله يا بحرين على شهدائكم أجمع، على الثوار والأحرار، على من قالوا لن نخضع، دماء الأحرار.
الحق قد سالت على دوار لؤلؤكم لقد شاءوا بكم قهرا فشاء الله نصرتكم.